فرحانة بلا عداد صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفات ودعيها وللأمل قولي له هات معانا خبرا حلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله كل مشاهدينا في كل مكان، وصباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر كلها وعلى كل أمتنا العربية والإسلامية. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم يوما عامرا بطاعته، موفقين فيه للعمل الصالح الذي يحبه الله جل وعلا منا ويرضى. حلقة جديدة من برنامجكم أحلامنا الجميلة، وإن شاء الله لغاية ما تجينا اتصالاتكم ورسائلكم للاتصالات على الأرقام والرسائل على الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة، حاولت إن أنا أجيب لكم النهاردة بعض الرموز اللي ممكن نعرف بيها من الرؤية إن الشخص ده مصاب بحسد أو مصاب بعين أو مصاب بسحر. فنسأل على طول المتخصص في هذا الأمر، نروح على طول بالرؤية بتاعتنا أو بالمنام بتاعنا لهذا الشخص مباشرة اللي هو مختص بالرقية ونسأله، ونترك يعني إن احنا نسأل الرؤية بعض المفسرين أو المفسرين الآخرين اللي هم غير مختصين بالرؤية أو بالرقية. طيب معانا أم إيمان أول اتصال وهكمل مع حضراتكم. السلام عليكم أم إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بحضرتك يا أستاذة. أحكي لك بس رؤيتين مرتبطة ببنتي، هي حلمتهم في أسبوع واحد. عمرها قد إيه يا أم إيمان؟ 22 سنة. طيب. عروسة يعني. هي كانت من 10 أيام يعني اتقابلنا بشخص كان متقدم لها، شافوا بعض فريلة ما شافوا بعض. هي حلمت انها بتشتري، داخله تشتري فستان اخضر بس لسه ما اشتريتوش. ده اول حلم. وبعدين بعد الموضوع يعني ما حصلش نصيب، وقف لوحده كده. من يومين، من امبارح، فجر امبارح كانت مصليه الفجر ونايمه، حلمت انها راح تعمل، هي احنا لسه راجعين من عمره، واخده باباها وراح تعمل عمره هي وبنت عمتها، وبنت عمتها دي كانت معانا في العمره برضه من شهر. راح تعمل عمره هي وباباها وبنت عمتها. فبعد ما عملت العمره دخلت برج من الابراج هناك، لقت محل داخله تشتري حاجات منه، لقت دكتور اسمه مجدي. هو الدكتور ده، هي دكتوره اصلا، هو الدكتور ده بتتدرب عنده، عند الدكتور ده. فزي بتقول بيبيع لام وتحف وحاجات. فلقيت لوحه عليها اسم محمد، فقالت طب انا هشتري اللي عليه اسم محمد ليه؟ ده يعني انا ما عنديش، يعني حد تشتري، طب انا هشتري عليها اسم محمد ليه؟ وبصت لقت نفسها داخله بقى يعني بتشتري، اشترت الفستان الاخضر وانا معاها. طيب هي لازمت برنامج رقيه يا ام ايمان؟ انا بعمل لها برنامج، انا ماشيه ببرنامج الرقيه 40 يوم. طيب دلوقتي حوالي 12 يوم. ما شاء الله، بنت ملتزمه يعني. ما شاء الله، الحمد لله، ولسه راجعين من العمره. ما شاء الله، ما شاء الله، خير ان شاء الله. طيب الخطيب السابق كان اسمه محمد؟ طيب خير. ايه الرفض كان من مين؟ ايه لا ما فيش رفض، لا بصي هو الرد كان عايم، لا منا ولا منهم، يعني الموضوع ما تمش، هم ما ردوش ولا انتوا اتكلمتوا. هم الرد كان عائم، لا قبول ولا رفض. حاضر يا ام ايمان، حاضر. ربنا يبارك لك في ايمان يا رب، ويقر عينيها وعينيكي بزوج لها صالح ان شاء الله. الرؤيه الاولى والله اعلى واعلم، ربما انها يعني كانت تشير، او يعني ان كانت هي راتها قبل امر اللي ما حصلش يعني الى الان يعني اي كلام في الامر او معاوده. هكمل معاكي يا ام ايمان. حاضر، ما استقبل سعيده من الجزائر، حياكم الله اهل الجزائر، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ساميه بدوي. الو الو، ايوه انا معاكي. ألو. اسماء، معاكي اسماء يا سعيده، اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا يا اختي، والله انا بنتبعك يعني، والله ما شاء الله يعني تحس ارتاحك يعني رايح في المستوى. ربنا يعزك يا رب، وما تنسينيش من الدعاء ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يا رب.
والله انا عندي حلم يعني اسلمت. اتمنى بس سعيده سعيده، اتمنى ان انت بس تقولي الحلم بلغه عربيه على قدر ما يمكنك عشان اقدر افهم بس ايه منك. ايه اتفضلي. انا معاك. عندي شفت عندي الفوش بتاعنا. الو معاكي. ايه الحوش بتاعنا عندي اخوتي قاعدين فيه، اخوتي في عندي خمسه. ما شاء الله. عندي خمس عندي خمس اخوه قاعدين في الحوش، وشفت كاين نوع من الطير بلارج. تعرفين البلارج؟ الجلاش؟ والله ما نعرف شنو في الجزائر نقول البلارج، هذاك اللون الاسود والابيض يطير. لا مش قادرة أعرفه يا سعيدة. هو طيب هو نوع من الطير يعني، واللون بتاعه جميل جدا يعني، أنا شفته في المنام شفته جميل يعني. طير طيب شفته يمشي على الحيط. سعيدة هو نوع من الطيور؟ أنا؟ إيه طيب إيه هو نوع من الطيور يعني. قلت لك شفته يعني إخوتي قاعدين في الحوش، قلت لك هذاك الطير يعني زي طايح في الحوش بتاعنا. فهمتني؟ طيب هو هذا الطير وجدتيه دخل الحوش بتاعكم؟ ايه طيب. انا قلت لاخوتي قلت لاخوتي يذبحوه يعني. طيب ها الو معاك. ايه يعني كيف يذبحوه؟ قالوا لي اخوتي خلينا منه يلا احنا ما نذبحوه، وانا قلت لهم لا ما دام اللحم نسوي ناكله لازم نذبحوه. يعني كيف يعني انا شفته كان فيه الريش تاعه وكان اللون تاعه جميل يعني، ما نقدرش نوصف لك الجمال تاعه، وكيف ما نذبحوه بديك المسلوخ. ايه كي بديك المسلوخ هكاك قالت لي امه يلا نذبحوه، جينا انا نذبحوه، بعدين قالت لي امي انا يا خلي هذا خاوت ما حبوش يأمرونا فيه نذبحوه، يلا نذبحوا ابوك يا ابوي رايح يموت يلا نذبحوه. ايه كي جينا رايحين قالت لي امي اروح شدي لي بويك، جات امها تذبح الورد بتاعي ما قدرناش نذبحوه. جات في الخد اليمين وقعدت ريت له في الحم بتاعه. الخد اليمين نحت له منه اللحم والخد الاخر ما زال انا لسه عندي منها الراس بتاعه. بس تذبحه. سعيده انت عزباء لم تتزوجي؟ ايه ما زال مكتمس ربي. يعني معقود قرانك ولا لم تتزوجي بعد؟ يعني ما فيش خطبه حتى؟ لا انا ما اتجوزتش خالص. طيب كده تمام اتكلمي مصري. طيب يا سعيده ان شاء الله بشيري خير باذن الله. حاضر. ويوم من الايام شفت راك اروح ركبت في قطار، والقطار هذاك يمشي بيا وانا مخليه بيتنا وامي واختي مانيش قادره نخليه، والحجاب بتاعي لصقني في هذاك القطار كي ركبت قال لي من القطار نمشي يعني. تمام. وكل شيء تعمل ما شفتش نخلي البيت بتاعنا يعني. طيب. بس انتهت؟ نعم؟ انتهت الرؤية؟ ايه هذه هي تاع القطار، قلت شفت قطار جاي يا اخي وركبت في القطار هذاك. طيب خيرا ان شاء الله. حاضر يا سعيدة. طيب اكمل مع ام ايمان الرؤيه الاولى بانها ما اشترتش الفستان الاخضر فهو الامر المعلق بخصوص زواج بنت حضرتك. الرؤيه الثانيه والله اعلى وعالم بتشير ان شاء الله العمره، اما انها تكون دليل ان شاء الله ان هي تزور بيت الله الحرام مره ثانيه في عمره ان شاء الله، او انها اعتمار امرها او امرها يعمر. سبحان الله العظيم، ناخذ من عمره العمار. فهي هنا والله اعلى واعلم يعتمر او يعمر حال ابنتك الى الخير ان شاء الله. وهي حضرتك بتقولي هنا انها دخلت مكان وفي اقلام وفي دكتور اللي هو بيدرس لها او اللي هي يعني تعرفه وبيبيع تحف منها الاقلام ومنها اللوح اللي مكتوب عليه اسم محمد، واسم محمد في يعني من الاسماء اللي هي لما نشوفها في الرؤى فنستبشر خير ان الامر كله محمود وهو خير الاسماء التي نراها في المنام. هذا والله اعلى واعلم. هكمل حاضر بعد ما استقبل الاستاذ احمد. ام احمد اهلا يا ام احمد. انقطع الاتصال. طيب هكمل معاكي. فهنا بتقولي ان هي دخلت برج من الابراج واشترت هذا الفستان الاخضر،
ما شاء الله تبارك الرحمن، وجود الاسم محمد ووجود ايضا الدلاله في اللون للفستان الاخضر، فهي ما شاء الله الفستان هو ستر هذه العزباء بالزواج ان شاء الله من رجل يكون فيه صلاح وفيه تقوى وفيه خير ان شاء الله، وهو ايضا يعبر عن دين ابنتك، يعني ربما انها هذا الفستان الاخضر يعني بنت حضرتك في اقبال مع ربها سبحانه وتعالى وفي التزام وفي تقوى وفي صلاح، فهي في خير ان شاء الله، نحسبها على خير ونزكي على الله احد. ففي كلا الأحوال هي بشارة لابنتك بصلاح أمورها إن شاء الله وإتمام زواجها. أنا سألت حضرتك الشخص ده اللي هو ما حصلش، يعني ما نقولش ما حصلش، الأمر ما زال معلق، فطالما أنه معلق يبقى علينا بالدعاء. هو واضح أن هو هذا الشخص ربما أنه هو يعني اللي يتقدم مرة تانية بشكل يعني يكون واضح وصريح لبنت حضرتك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها خيرا معه إن شاء الله. فهو والله أعلى وأعلم، أرى من الرؤية أنه إنسان فيه خير، هذا الله أعلى وأعلم. سعيدة بتقول يا سعيدة كون إن أنا سألتك أنت متزوجة ولا عزباء، قلتي لي أنا عزباء، ده شخص يتقدم ليكي وشخص يكون له شأن عظيم من بين الناس وله مكانة كبيرة بين الناس وربما يكون صاحب غنى، ولكن اجتماع اخواتك واجتماعكم في البيت ايضا يعبر ان في مناسبه طيبه، يعني اجتماع على امر سعيد ان شاء الله في هذا البيت، واعتقد ان هو امر زواجك. طالما انك انت المتحدثه الاكثر في المنام فهذه المناسبه تخصك انت، في هذه الرؤيه تخصك انت هذه المناسبه. هكمل معاك يا سعيده بعد ما استقبل ام مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام مريم. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. جزانا واياك يا حبيبتي. عندي رؤيه بس عايزه اقولها لحضرتك. اتفضلي. هو انا شفت، كنت انا وجارتي يعني علاقتي بيها مش قويه قوي يعني، بس كان في مشكله عندها مع جوزها، وقدر الله ان انا يعني اكون يعني دخلت معاها وبتابعها من وقتها. ربنا يا ربي جزيكي خيرا عنها ان شاء الله. جزاكم الله خير. فشفت انا وهي وفي واحده تانية معاها، يعني هي اللي معاها دي انا مش عارفاها قوي بس هي عارفاها. فماشيين احنا التلاتة جنب بعض، هي في النص جارتي وانا على حرف والست التانية دي على حرف. فانا مش عارفة يعني احنا ماشيين في مكان انا مش عارفة هو ايه، بس هو واسع وفاضي مفيهوش حاجة خالص. وبعدين انا مش عارفة يعني انا قلت لها انا صليت او هصلي، يعني مش متأكدة انا قلت ايه، بس يعني كأن حاجة خاصة بيا انا على طهارتي انا. فلقيت ان هي حطت صباحها في مكان العورة عندي، خبطتني يعني، فانا استغربت بس انا ما اتكلمتش. فحتى حسيت ضفيرها ألمني. لحظه يا ام مريم، ام مريم بارك الله فيكي، انت وقت هذا المنام كنت حائض؟ لا. طيب فبس انا شوف، فانا ما كلمتش او ما يعني ما علقتش، بس استغربت اللي هي التصرف ده، وبرده مش عارفه هي عملته ازاي، يعني انا مش عارفه يعني انا فوجئت صباحها كده. وبعدين انا كنت متحفظه بس انا على طهاره يعني، فقلت انا متحفظه ازاي صباحها لمسني كده. وبعدين لقيت الست اللي هي جنبها ماشيه معانا، لقيت على وشها دم حيض، فانا استغربت جدا ان ازاي دم حيض في وشها، فبقيت مستغربه. وبعدين انا ما بتكلمش خالص وما حدش بيتكلم، فرحت انا وقفت كده وهم مشوا هما الاثنين، فوقفت وسبتهم فمشوا قدامي كده. فهي تقريبا قعدوا زي على سرير او على حاجه، فجارتي دي ابتدت تمسح للست دي وشها الدم ده، فالست مش عايزه تمسحه، فعمالين يزقوا في بعض وكده. فانا يعني عرفت يعني كاني شميت ريحه الدم الحيض، فحسيت ان معدتي اتقلبت وحسيت ان انا خلاص ابتديت علامات الترجيع، ابتديت زي هتقيأ يعني. فانا شاورت لها ان انا، هي شافتني ان انا عايزه ارجع وشاورت لهم من بعيد وسبتهم. طيب بس وبعدين انا يعني صحيت من الحلم ده مخضوضه على المنظر الحيض ده ومنظر الست دي. بعدين نمت تاني فلقيت ان انا في درس علم، مع يعني كانها معلمه بتاعتي ومعاها كتب، فزي ما اقول انا يعني بحكي لها الحلم او كده، بس لقيت ان هي معاها كتب دينيه طبعا او كده، حاجه بتدي درس منها، فبتفرقها على اخوات تانية غيري. فالكتاب قلت لهم انا معايا الكتاب دوت، يعني هي بتديه لهم وهم بيدفعوا فلوسه، وانا معايا، فقلت لهم الكتاب ده عندي وفتحته، فالكتاب لقيت بقول لهم ده كتاب الشرك، وبرده صحيت على كده. لا لحظه أيوة. كتاب الشرك عندك انت؟ الكتاب يعني هي بتدرس لهم باب الشرك او كتاب هو اسمه الشرك مش عارفه يعني، بس انا بقول لهم كتاب الشرك ده عندي ده معايا وفتحته.
وهم كانوا لسه أم مريم كيف التزامك؟ نعم التزامك. أنا يعني الحمد لله منتصفة يعني، وبتابع على حفظ القرآن والحمد لله يعني أحسبني على خير يعني والله أعلم. إن شاء الله على خير بإذن الله. طيب يا أم مريم حاضر. طيب أم مريم معلش سؤال قبل ما تقفلي. قفلت. طيب خلاص. أيوه معانا يا أم مريم؟ أيوه معاكي. طيب معلش حيضتك قربت؟ ألو؟ الحيضة قربت بتاعتك؟ يعني أنا في منتصف يعني الشهر تقريبا. طيب. أو يعني حاضر 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 يا أم مريم حاضر. طيب خير. هكمل مع سعيدة، فواضح ان هو الله اعلى واعلم. يا سعيدة الرؤية يعني بشارة بتقدم شخص زي ما قلت لك وفيه غنى، ولكن ربما ان اهلك يعني قصة الذبح في النوم لهذا الطير، وانت مش عايزة ان هو يذبح، او يعني شفتي القصة اللي انت شفتيها دي كلها، فهي دليل ان هو ربما أهلك يعني يتجنوا على هذا الرجل في الماديات، يعني يكون في مهر عالي، يكون في تكلفة عالية جدا شاقة على هذا الرجل، مما يعني ينفره ويبتعد عن أمر زواجه بك. فرؤية به إن تقدم لك رجل زي مكانة وزي غنى ترفقه، يعني ما مش لازم إن احنا نتجنى على الرجل بشكل كبير جدا. هذا والله أعلى وأعلم في رؤياك، هي بشارة زواج إن شاء الله. أختي أم مريم النصيحة بس لكل أخواتنا، أنا رقمي موجود في الكنترول، أي أخت عندها رؤية فيها نوع من يعني تستحي إن هي تسردها، لأن أنا أشعر أن هناك أيضا تفاصيل ناقصة في رؤية أم مريم، فأنا أختكم الرقم موجود في الكنترول، أي رؤية قد يعني تشعرون فيها بالاستحياء فالرقم موجود لهذه النوعية من الرؤى فقط. أما الرؤى العادية فإحنا نستقبلها على القناة أو على الاس ام اس، الأرقام الموجودة قدامكم. أم مريم اللي أنا شايفاه من الرؤية كلها الأولى والله أعلى وأعلم أن هذه المرأة يعني تلمست من نصحك فرجا في أمورها الخاصة، يعني أنت كنت سبب في فرج هذه المرأة في أمورها في حياتها والتفريج عنها بعد الله عز وجل من نصح اللي أنت عملتيه، وده قلتيه قبل ما تحكي الرؤية. كون المرأة التانية إنها ملطخة بدم الحيض أو هي بتحاول تمسح المرأة الأخرى هذه، يعني أنت بتقولي أنا كنت في هي كانت الجارة في المنتصف وأنت على جهة والأخرى على جهة أخرى، فهذا دليل إن أنتوا الاتنين مهمين جدا في حياة هذه المرأة، وهي كما تأخذ منك نصح تأخذ من هذه الأخرى للأسف نصح. فكل اللي عليكي واللي اقدر اقوله لك من الرؤيه دي ان انت تنبهي هذه الاخت ان هي تحاول، حتى لو كانت قريبتها، حتى لو كانت اختها، اولا تحاول ان هي تصلح او تنصح هذه المراه في امور دينها، لان واضح ان في يعني ربما امور غير طيبه في حياتها، اما انها يعني والله اعلى واعلم لا تاخذ منها نصحا يعني قد يؤثر على حياتها، لانه واضح ان في امور غير طيبه بتحاول. طيب هكمل معاك يا ام مريم بعد ما استقبل اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اسماء اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه اسماء، احنا والله مش شايفين الشيخ محمد عبد الحليم لنا فتره وكده، فلعل ما يكون خير يعني ان شاء الله. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. يعني هو تعبان ولا حاجه ولا هو الشيخ محمد عبد الحليم ربنا ييسر امره ان شاء الله، عنده بعض الامور كده ان شاء الله تتيسر، اسالكم الدعاء ليه وان شاء الله يرجع ينور شاشه القناه تاني باذن الله. طيب اكمل مع ام مريم. في ام مريم واضح ان هذه المراه، لان دلاله رمز الدم والعياذ بالله من الامور اللي هي يعني غير طيبه، ويعني في هذه الوضعيه بالذات في المنام ودم حيض، فواضح ان هذه المراه ربما نصحت جارتك ان هي تروح لعراف او دجال ان هو يشوف لها مش عارف زوجها ماله، ولا يشوف لها يعرف واحده ولا الكلام ده، فواضح ان هي وده دلاله الرؤيه بقى الثانيه ان انت شفتي كتاب الشركه او كتاب اللي هو بنتعلم منه امور العقيده السليمه، لانك انت وجدتي نفسك في مجلس علم
وانت اعلم بامور العقيده السليمه عن جارتك دي، والانسانه الثالثه هي بتعين جارتك على انها تروح ل او بتحسها انها تروح لاهل الباطل والعياذ بالله. فده اللي احنا عايزين، ان احنا انت ليكي دور هنا، الدور ان انت معك هذا الكتاب، اذا انت لديك هذا العلم، فعليك ان انت توجهي جارتك الى الطريق الصحيح والى امور العقيده السليمه، وتعلميها تماما انها يعني اذا ذهبت الى هؤلاء الناس والعياذ بالله فهذا والعياذ بالله امر يوقعها في يعني اثم عظيم، وهذا يعني من الشركيات والعياذ بالله. فانصحي جارتك وقولي لها ان هي تخلي بالها من هذه المراه، يعني ان كانت قريبه ما تدخلهاش كتير في حياتها، تحاول ان هي يعني، وانت بالنصح عليك لانها هي تلمست منك انت الامر الطيب والكلام الطيب، فتلمست الفرج، الوصف اللي انت قلتيه هذا تلمس للفرج في امور حياتها، والله اعلم عن طريقك. ولغايه ما تجينا الاتصالات بتاعتكم هكمل مع اللي احنا بدأناه في الحلقة، ان احنا قلنا بعض الرموز اللي هي بتعبر عن الحسد والسحر، بعض الاسماء، عندنا بعض الاسامي لو احنا شفنا فلانة في المنام باسم تحمل اسم معين نعرف ان ده والله اعلم واعلم دال على حسد او سحر. سهام، طيب هكمل مع امة الله، هكمل معاكم بس استقبل امة الله. اهلا يا امة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام. انا متزوجه بس حلمت بشخص كنت يعني اعرفه من فتره طويله، حلمت ان هو جه وتقدم لاهلي والاهلي موافقين عليه ومبسوطين، وجايب لي شبكة عباره عن خاتم طويل، خاتم منهم ده وخاتم منهم عباره عن خشب زان كده، والتاني اسوره وغوايش بس اهلي كانوا مبسوطين بيه. طيب يا امة الله، حاضر يا أمة الله، هنا بتقول يعني إن كان هناك تفكير في الحمل فهذه بشارة إن شاء الله بالرزق في الذرية، طالما أنك أنت بتقولي إن أنا فيها خاتم فهي بشارات بالرزق في الذرية، والأساور أو الغوايش فهي دلالة على الرزق من هذا الزوج اللي أنت متزوجاه إن شاء الله بالولد وبالبنت بإذن الله، هذا والله أعلى وأعلم. أول اسم من الأسماء اللي ممكن تدل على العين هو سهام، أو لفظة سهم في المنام. فالسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظرة من سهام إبليس، فدوت والله على أعلم لما حد يرميك بسهم في المنام ده يعني بعض رموز هذا الرمز، أنا ما بقولش. طيب أهلا يا أم دعاء. السلام عليكم أم دعاء، أهلا وسهلا. الله يخليك. حياكم الله أهل السعودية. اتفضلي. عايزة أقول لك حلمت قبل فترة اني انا وصديقتي رايحين في بر وهي حامل وانا حامل، وبعدين رحنا كده تعبنا، دخلت شفت مزرعه كلها اشجار. انتم فعلا يا ام دعاء، ام دعاء لحظه، انتم حوامل فعلا؟ ايه؟ انت والصديقه حوامل فعلا في الواقع؟ ايوه كنا حوامل. وبعدين دخلنا المزرعه، فانا بقول لها عايزه انام شويه عشان استريح لاني تعبانه من المشوار، فلقيت على يميني 7 غرف وعلى يساري 7 غرف، فكل ما افتح غرفه احصل فيها او يعني القى فيها كميه من الاسماك الصغيره. فلما جيت في الغرفه السابعه فتحت الغرفه السابعه احصل فيها سمكتين مره كبارين للغرفه يعني، وعلى السابعة اللي على يساري برضه سمك كبير وجسمي معلق كده ونخيل وبرتقال. ما شاء الله. طيب أم دعاء حضرتك يعني بتتبعي وسيلة طبية للإنجاب؟ إيه؟ حاولت إن أنت تستعملي وسيلة طبية للإنجاب، رحت للأطباء عشان موضوع؟ حاولت، ما أنا عندي بنت الحمد لله، حاولت كثير بس بيقولوا لي مثلا ما في شيء. ثاني اخر دكتوره مصريه قالت لي عندك شويه تكيس على الموبايل بس بروح بالعلاج. نعم. هذا 7 محاولات قمت بيها صح؟ قطع الاتصال. طيب خيرا ان شاء الله. الرؤيه لام دعاء من السعوديه والله اعلى واعلم،
السبع محاولات، واضح ان حضرتك سبع محاولات قمت بيها، او لو هي سبع على اليمين وسبع على اليسار ودخلتي السبع فهي 14، ربما ان هي كذا محاولات كتيرة جدا للعلاج الطبي للانجاب. هكمل معك يا ام دعاء، بس استقبل ام اسراء. السلام عليكم. الصوت يا ام اسراء لو سمحتي لاني مش سامعاكي. لو سمحتي، انا كنت حلمت ان زي ما اكون في بيت بس مش بيتنا يعني، بس هو في الحلم كان بيتنا اوكي، وكانت اختي واقفه قدام كيس بلاستيك ابيض كده بايدين، فببص بقول لها ما شلتوش ليه، كان فيه زباله كده، فبقول لها ما شلتوش ليه، قالت لي خايفه فيه حشرات كتير وفي زي عرس وحاجات كده، فجت اختي الصغيره راحت شايلاه وحطاه في البلكونه، فبقول لها طب اقفليه طالما انت مش خايفه، فراحت قايله لي لا انا ما كنتش اعرف ان ما فيهوش حشرات، انا دلوقتي خفت. ببص لقيت كيس اسود كبير فيه زباله برضو تاني، فبقول لهم ايه ده، ده حد رمى من الجيران عندنا ولا ايه؟ فراحت فقلت لهم هما الاثنين خايفين يقفلهم، فقلت لهم انا هجيب كيس اسود كبير والم الاثنين واقفله الكيس الاسود ده، بس انا واقفه خايفه اعمل كده، في نفس الوقت عايزه اخد الخطوه اتشجع. المهم صحيت بعديها بيومين، حلمت ان انا نايمه على الارض وزي تحتيه تحت المخده كده، ببص يعني تحت المخده بشويه كده، لقيت زي ازاز كده مربع ازاز كده جواه تعابين، بس مش تعابين اللي هي تعابين تعابين يعني، طول الواحد قد الدوده كده. وبعدين ببص لقيت البتاع ده اتكسر او اتفقت، معرفش خرجوا ازاي كلهم من الصندوق الازاز ده، وقعدوا يجروا وانا بحاول اضربهم بالشبشب كده، كنت بحاول اموت واحد صغير فما عرفتش. في واحد كبير بقى كان بيلف على رجل امي، بس حاولت يعني جيت احذرها، ما اعرفش زوري وقف اتحشرت كده، وبعدين بس الحمد لله ما لقاش حاجه لف على رجلها ومشي. امي بقى في الحلم الاولاني كانت حلمت واحده زميلتها ماشيه معاها بتقول لها بصي في ظهري وجعني، فبتقول لها بتبص في ظهرها لقت اعلى فقره عندها مزرقية ورمة. طيب ما تقفليش يا أم إسراء، متزوجة يا أم إسراء؟ لا. طيب واضح إن بيتكم فيه مشاكل كبيرة جدا، وفي تأذي من جهة امرأة، يعني في امرأة ربما إنها يعني من الرؤى دي. طيب أسألك، أنتوا في عندكم فعلا مشاكل في البيت؟ بمعنى مشاكل إيه؟ حسد، مشاكل بتحصل كده ملهاش اي. هو في حاجه غريبه، وانا اختي لسه متزوجه قريب، كل شويه نلاقي حاجات بتختفي عندنا عندها. طيب كيف حالكم مع الله في الصلاه في هذا البيت؟ هو هم شويه مقصرين بصراحه، بس انا بحاول يعني الحمد لله ملتزمين. طيب هو يعني واضح يعني. طب قراءه القران، يقرا القران في هذا البيت؟ يعني هما بيشغلوا القرآن الصبح في التلفزيون بس مش فاهمه. تمام، حاضر حاضر يا ام اسراء، هرد عليك. حاضر. اكمل مع ام دعاء. فام دعاء، دخول المزرعه فهو بشارة إن شاء الله يدل دخول المزرعة على الإسلام، لأنها الروضة وعبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الروضة هي الإسلام، كما أنها تدل أيضا من مجمل ما يعني الخبرة في تعبير الأحلام سبحان الله العظيم، كانت تدل المزرعة دخول العزباء للمزرعة هي بشارة الزواج لها، لأن في خيرات وحياة في هذا المكان، وأيضا للمتزوجة هي بشارة الرزق في الذرية بإذن الله جل وعلا. فالغرف اللي كانت بتدخلها أم دعاء هي محاولاتها للإنجاب، حاولت أكتر من مرة، لقيت في الغرف دي في محاولات طبية وهي السمك الصغير اللي هي شافته، ولكن لم تنجح هذه المحاولات أبدا، لقيت سمك كبير في آخر غرفة، فأعتقد أن في محاولة أخيرة إن شاء الله هي اللي هتكون ناجحة بإذن الله تعالى. وبشركي يا أم دعاء بالرزق في الذرية قريبا. أولا عليك بالرقية، الزمي برنامج للرقية، ثم تلمسي بالدعاء أوقات إجابة الدعاء ومواطن إجابة الدعاء، ثم السبيل الطبي، وان شاء الله ربنا يكرمك بالذريه. معانا اتصال. ام مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام اسماء؟ اهلا وسهلا. مين معايا؟ معاكي مدام منى. اهلا يا منى، اتفضلي. بس انا كنت حلمت حلم من فتره. اتفضلي. ان انا كنت انا واختي اسمها محاسن، وكنت زي شايفه مائده كبيره او حاجه زي كده مش فاكراها بالظبط، بس المهم اللي انا فاكراه ان انا شفت زي ازازه خمره
بقول لها ايه ده، دي خمره انا نفسي ادوقها واشوف الطعم اللي هم بيتلفوا منه والكلام ده. قالت لها تشربي خمره، قلت لها اه. المهم مش بشرب منها، لقيتها زي طعمها زي طعم عصير، زي شربات الفراوله بالظبط المركز. كيف حالك مع الله يا مدام منى؟ وانا بشربها غمضت يعني عينيا جامد على اساس ان انا هحس باللسع اللي انا ايه اللي انا اللي هم زي ما بيعملوا يعني. غمضت عينيا قوي وانا بشربها. المهم لقيت طعمها حلو زي شربات الفراوله بالظبط. طيب كيف حالك مع الله؟ الحمد لله على قد ما اقدر والله. محافظه انت بتشتغلي طيب؟ لا. المال اللي عندك بيجي لك منين؟ انا جوزي كان مسافر يعني وحصل الظروف يعني كده وقعد من السفر. طيب انت ومحاسن بتتشاركوا في امر معين في شغل في؟ لا هي على طول، لا على طول يعني بنفضفض مع بعض يعني، ان كانت متضايقه انا متضايقه كده يعني. طيب حاضر حاضر ماشي. في رؤيه تاني معلش. اتفضلي يا منى. شفت جوزي لابس عبايه بيج سمن كده وماشي انا وهو على الطريق، المهم ببص ورا ظهرهم لقيت زي دم على ظهر الجلابيه اللي كان لابسها. ماشي بقول له ايه ده، انت يا سيد لابس جلابيه كده وهي دم، انك انت نازل في لبسك ازاي تطلع بيها كده؟ بص لي وضحك. ببص على ظهره لقيت اسمه مكتوب سيد على ظهره من فوق، ولقيت اخويا كان قاعد زي برندة كده، بقول له تعالى يا محمد شوف سيد ازاي طالع بالجلابيه دي والدم ده جاي منين. طيب علما ان هو كان بيعمل حجامه قبل كده يعني ووقفها. طيب هو في المكان ده بالظبط اللي فيه بقعة الدم دي كان بيعمل حجامة؟ اه بيعملها في ظهره، لقيت مكان ظهره كده اسمه سيد. اخر مرة طيب اخر مرة عمل فيها حجامة من امتى؟ يعني ليها شهرين كده ثلاثة. خيرا ان شاء الله. حاضر حاضر. هقول بس ارد على ام اسراء او اسراء. بتقول شوفي يا اسراء، واضح ان هذا البيت يحتاج الى الكثير من الاصلاح، بيتكم في حاجه الى كثير من الاصلاح، وجود الزباله في البيت ووجود ان فيها حشرات وانت بتحاولي بس خايفه ومش قادره، ففي ضعف في هذا البيت في امور الطاعه وامور الدين، ده اللي اقدر اقوله لك من رؤياكي، وده اللي بيجلب عليكم المشاكل وبيجلب عليكم دخول الشياطين لهذا البيت، وتخلي البيت كله الشيطان يعني البيت كله العبه في يد الشيطان. فهذا البيت يعني زبالة في البيت، زبالة لا تلقى إلا في الخراب يعني أو الأماكن الخربة، فوجودها في البيت هذا يدل والله على عالم أن هذا البيت لا يقرأ فيه القرآن. فقراءة القرآن الصبح وأنا بشتغل ومش مركزة فيه، لا إحنا عايزين إحنا نقرأ القرآن. آه يكون في جهاز في البيت يشتغل فيه القرآن ويسمع ويتلى في أناء الليل وأطراف النهار قراءة القرآن تقرأ، لكن إحنا عايزين إحنا نفسنا كمان نقرأ القرآن ونستزيد من قراءة القرآن ونصلح حالنا مع الله عز وجل هذا أولا، ثم نصلح أنفسنا هذا ثانيا، ثم نصلح ما من حولنا. يعني انت ابدأي بنفسك، شوفي انت تقصيرك ايه، وبعدين لا ما تخافيش، انصحي اهلك وكوني ان شاء الله في يعني انا اتلمس ان فيكي خير يا اسراء او ام اسراء، ما شاء الله اكثر من البقيه في البيت، انت فيكي خير ان شاء الله، وفيكي يعني سريره طيبه او يعني قلب طيب وقلب نقي، فما شاء الله عليكي اذا استزدتي من الطاعه واقبلتي على الله عز وجل ونصحتي من حولك سينصلح امور هذا البيت تماما، والامور اللي بتختفي دي بقى مش هيبقى لها شيء تاني، مش هيبقى لها يعني مش هتظهر او مش هتعاودكم تاني امور الاختفاء دي. كمان انا بنصحكم بالرقيه الشرعيه، ده اللي اقدر اقوله لكم من قصه اختفاء الامور اللي هي بتلاقوها اختفت فجاه سواء عندكم او في بيت اختك، ده اللي انا اقدر انصحك بيه. الرؤيه الثانيه واضح ان خروج المخده ده امر بقى يخصك انت يا اسراء او ام اسراء، خاص بيكي انت وجود المخده، فهي امورك وحياتك الخاصه، كون ان في ازازه وبيخرج منها تعابين والتعابين دي بتحاول تاذي والدتك، في امراه والله اعلى واعلم في يعني ما اعرفش يعني هل هي لان النبي صلى الله عليه وسلم عبر او قال ان على المراه اتقوا الله في النساء فهن اعوان عندكم، لا قال شبه المرأة بالقارورة اللي هي الزجاج، فهذا دال أن هذه المرأة سبحان الله العظيم هي من تؤذيكم خروج الثعبان
اللي بيمشي في البيت او بيحاول يؤذي الوالده لكن ما اذاهاش، هو محاولات من امراه ربما ان هي بتحاول من حين لاخر انها تؤذيكم. دي الرؤى كلها اللي خاصه باسراء او ام اسراء، فهي حاسه على الاقبال على الله عز وجل ويعني الخلاص من هذه الذنوب التي تجلب عليكم الشقاء في هذا في الحياه وفي هذا البيت، والله اعلم. مدام منى قالت الرؤية الثانية الخاصة يعني بزوجها، لما قالت رؤيتها الأولى في الخمر ورجعت قالت رؤية زوجها الخاصة ببقعة الدم، فسبحان الله العظيم حدث يعني نوع من يعني وقعت عندي أو حسيت إن لا في أمر غير طيب بيخص المال في هذا البيت. لكن هي قالت دلالة مهمة جدا إن زوجها بيحتجم في هذا المكان من حين لآخر بيعمل حجامة، فهي دليل إن زوجك يعمل الحجامة أو يعود أمر الحجامة مرة أخرى. طيب هكمل معاك يا مدام منى بعد ما استقبل منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا مدام منى، اتفضلي. أهلا بيك. أنا شفت إن أنا أكني مروحة طالعة على بيتنا أنا وبنتي كبيرة، وإحنا وفي أولاد شباب بيلعبوا كورة في الساحة اللي قدام بيتنا كده، وفيهم أولاد ملتحين يعني واحد أو اتنين كده ملتحين إخوة، فأنا تمنيت إن حد منهم من دول يرتبط ببنتي، فقلت يعني ممكن لما نعدي كده يشوفوا بنتي حد منهم يطلبها يعني. وإحنا عند خلاص هنطلع العمارة كده قلت لها إيه أنا هسأل على جارتنا وإنتي اطلعي، فدخلت بيت تاني مش بيتنا، إن أنا هسأل على جارتنا دي إنها في بيت تاني. اما طلعت السلالم طلعت صف سلالم ولقيت في سور مفيش بعد كده حاجه، في انقطع السلالم، ولقيت بنت جميله كده نازله فبتقول لي انا فلانه، قالت لي اسمها بس انا نسيت اسمها، قالت لي انا فلانه، فقلت لها طب انا هطلع ازاي؟ قالت لي ما هو هنا كده، هو هنا السلالم لغايه كده، بقى مفروض انك تعملي حاجه تحاولي تعدي بيها، مفيش سلالم. بعد كده رحت انا مشيت من المكان ده وجيت طالعه بيتنا، السلالم بتاعتنا مش هي السلالم، اكنها بيت قديم ومش حلوه، وفي زي حارس جديد جه، فزوجة الحارس قاعده تحت واكن مكان زي ارياف، بقيت حول المكان بتاع بيتنا اكن زي ارياف، وزوجة الحارس دي قاعده في الارض كده ووشها عليه باب، وشها مش نظيف كده زي الزبالين مثلا اللي بيلموا من الشوارع، فبقول لها انت مين؟ قالت لي انا سعده، انا مرات الحارس الجديد، هو سابني طلقني وانا حامل الست، فبقول لها طب تحملي ليه لما هو طلقك؟ يعني ادم واحد انت عارفه انه يطلقك ما كنتيش يعني. انا استنكرت اللي هي بتقوله لي، وجايه اطلع على السلالم لقيت السلالم كلها الجهاز بتاعهم بقى ان هم حراس جديد جايين، مخدات محشيه هدوم وحاجات ماليه السلالم، فرحت نازله سلمتين ثلاثه والسلم ملوش سور، السلم كده على الهوا، رحت نازله سلمتين ثلاثه قلت لها انا ما اعرفش اطلع والحاجات دي موجوده، بما انك انت مرات الحارس الجديد كل الكلام ده نضفيه عشان انا اعرف اطلع بس، وصحيت كده. في مشاكل في موضوع الزواج عند بنت حضرتك؟ لازمت لها برنامج رقيه؟ لا. طيب هي طيب اخبارها ايه في الصلاه؟ لا ما شاء الله عليها هي محافظه يعني. طيب هي طيب خير ان شاء الله. حد نصحك يا مدام منى قبل كده بموضوع الرقيه؟ كان حد نصحني وبدأتي كده شويه، انا باين قدامي من الرؤيه دي توضح والله اعلى واعلم ان انتوا بداتوا شويه لكن انقطعتوا. ايوه صح تمام صح. حاضر خير ان شاء الله. حاضر يا مدام. اكمل مع اختي منى في الرؤيه الاولى الخاصه بشرب الخمر. فهنا يعني الامر الاول من هذه الرؤيه يعني واستلذيتي الموضوع وحسيتي ان انت لا طعمها جميل في المنام، فهو والله اعلى واعلم ربما ان مال ربما يدخل عليكم هذا المال، مال يعني حرام، وانتم للضيق المادي اللي انتم فيه ربما يعني تمشوا بأموركم شويه ويبقى الموضوع عادي وخلاص، يعني ايه المشكلة يعني؟ لا يعني احسبك على خير يا مدام منى ان شاء الله، واحسب زوجك على خير. اي حد يعرض عليكم اي مصدر للمادة ف
فلابد ان انتوا تنظروا في حل المال من حرامه، دي اول حاجة. الحاجة التانية، ربما الرؤية برضو فيها دلالة في اقبال على امر كبير في الدنيا، وهذا الامر يوقعك انت على الاخص في فتنة شديدة، يعني ربنا يفتح عليك من الخير، يأتيكي خير عظيم في مال، او زوجك يشتغل شغلة كبيرة ما شاء الله، او يبقى في فواتح للخير تنسيكي طاعتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتفتتني بهذه الأمور وتتركي قبالك على الله عز وجل، ويعني والعياذ بالله تكون فتنة، والعياذ بالله في أمور الدين. أسأل الله عز وجل يعني أن يحفظك من الوقوع في هذه الفتنة. فهذه الرؤية يعني ده الوجهين اللي أنا رأيتهم من الرؤية، والله أعلى وأعلم. فأتمنى أن أنت تاخدي حذرك، والرؤية الثانية زوجك أن هو يلتزم الحجامة ويعاود الالتزام بها. معانا اتصال جديد، أم أحمد. أهلا يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة جارتي حامل وعندها ولد. فأنا حلمت يعني أنه جارتي جابت ولد تاني وشبه الولد الأولاني اللي هو عمره سنة ونص. بس الولدين يشبهوا بعض، بس دوت الولد الأولاني لمؤاخذة فيه ذكر، والتاني يا إما ما فيهوش يا إما ذكره صغير أو أنا مش فاكرة. فبقول لهم الاتنين يشبهوا بعض، بس في بس ايه دو الجديد دوت كانه ما عندهوش ذكر، يعني او ذكره كانه حبه كبيره حبه صغيره كده بس. تمام، حاضر يا ام احمد. عندك اي استفسار مني ولا اقفل؟ لا انا عايزه بس اسال، يعني هي عندها بنات؟ عندها اربع بنات. وعندها بنات. ولدين. وعندها ولدين، وده الحمل السابع ليها؟ لا ده الحمل السادس، عندها ثلاث بنات وولدين. طب هي حامل في الكام دلوقتي؟ هي دلوقتي حامل في السادس. طيب خيرا ان شاء الله. حاضر 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 يا ام احمد. منى، واضح يا منى ان انت يعني ما شاء الله تبتغي، انت في نيتك وفي قرارة نفسك تتمني لبنتك ان هي تتزوج رجل يكون سمته وصفاته الصلاح. طبعا ده كلنا بنتمناه، يعني اهم حاجه انت مش بتتمني بقى ان هو يكون غني او يكون عنده مكانه اجتماعيه مرموقه، لا انت سايبه ده كله عايزه صاحب الدين. فهذا يعني اسال الله عز وجل ان يقر عينيك وعين ابنتك ان شاء الله بزوج صالح لها. هذا والله على وعلم من الرؤيه الاولى. تشير ايضا ان السلالم انت ساعيتي لان لقيتي السلم او الدرج منصالح، وبعد كده لقيتيه من غير انصلاح. اكمل معاك يا مدام منى بعد ما استقبل ام كرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك، اختي حلمت ان هي كانت، هي اساسا كانت يعني متجوزه ابن خالها ماشي، فما حصلش نصيب وانفصلوا بسبب الخلفه. فهي على طول بتحلم ان البيت اللي هو بتاع خالها دوت بتنزل عليه طياره اللي بتهد البيت دوت، بس تحت البيت بيبقى فيه ناس حيه وفي ناس ميته. فهي انفصلت منه دلوقتي يعني، وهي اتجوزت واحد كده. دايما يا ام كرم هي بتشوف الحاجه ربنا يبارك فيها، دايما بتشوف الطياره بتقع على البيت ده. هي على طول بتشوف الطيارة دي، تكرر معاها الحلم ده أربع مرات، شافت الطيارة وهي بتنزل على البيت والبيت بيتهد وبيبقى فيه تحتيه ناس حية أو ناس ميتة. طيب هو البيت دوت بيت خالها هي؟ بيت خالها هي. طيب خيرا إن شاء الله. حاضر حاضر يا أم كرم. كونك يا مدام منى لزمتي الرقيه فتره وانقطعتي، فده دال ان السلم محتاج وسيله، والبنت الجميله اللي شفتيها قالت لك محتاج وسيله للصعود، ان انت يعني لابد ان بتقولي ما شاء الله البنت ملتزمه وحضرتك احسبك على خير ان شاء الله. واضح ان الرقيه انقطعت، فدي الرقيه دي حس كلها حس على ان يعني هي مترتبه اكتر من حاله، وجدتي سلم وانقطع
وجدت سلم وملوش الترابزين، كل المنام بيحث على ان حضرتك ترجعي لملازمة الرقية لبنتك، ولحضرتك كمان لحضرتك موجودة معاها في المنام، فدي حث الالتزام الرقية الشرعية والله أعلم، والاستمرار والمداومة عليها برنامج لغاية ما ينتهي نلتزم به، هذا والله أعلم. أم أحمد والله أعلم يا أم أحمد، طالما أنك رأيتي عورة الولد أو أنها شبيهة لعورة الولد، فهي ربما أن هذه المرأة إن شاء الله ترزق بالولد بإذن الله والله أعلم. أسأل الله عز وجل للجميع الذرية الصالحة الطيبة النافعه آمين. أم كرم بتقول والدتها بتحلم دايما في البيت دوت، كتير من الناس يقولولنا احنا بنحلم ببيتنا القديم مع أننا سبناه، هو أنت طيب هكمل حاضر مع أم كرم بعد أم محمد. سلام عليكم، أهلا يا أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مدام أسماء، أنا كنت شفت في رؤية إن أنا شفت صاحبتي اسمها منى متوفاة، هي من فترة أيام الدراسة. ماشي، كانت قاعدة زعلانة، بقول لها مالك يا منى زعلانة ليه؟ قالت لي أنا زعلانة من أهلي، ان في عريس جاي يخطبني ومش راضيين ان هم يزوقوني. قلت لها ما تزعليش، ما تقوليش عن حاجه تزوقك. وديتها علبه مكياج فرشت بيها حطها وحطت على عينيها، ورحت اخذتها منها قلت لها نيجي ما فيش، راحت بشكت لي ابتسمت يعني. بس ورحت فيه. حاضر حاضر يا ام محمد. معلش في خطر بعد الرؤيه دي برضه. في ايه؟ في رؤية تانية خاصة برضه بمنى. طيب اتفضلي. ماشي، شفت إن أنا قال في المدافن وكنت شايلة طفلة متوفاة صغيرة تجي وقت أختي اسمها سلوى، قلت لها دوري معايا على الأب منى على أساس تدخل البنت دي معاها، على أساس إنها تكون جنبها وتكون رحمة، يعني تنزل عليها الرحمة يعني وكده. آمين يا رب. بس هو في بداية الحلم أنا مش فاكرة، لكن أنا حد كان باسم حد معرفش مش فاكره كده بس من الرؤيه. حاضر. طيب بس اسالك يا ام محمد، انا امامي في الرؤيه هنا والله على عالم في دلاله ان في امر متعسر شديد ليكي. ايوه صحيح. انا بمر بكرب جامد قوي. هي يعني المنامين دول يعني الدلاله قد تخص منى رحمها الله وقد تخصك انت. هرد عليكي حاضر يا ام محمد. هكمل مع أم كرم، فهي حلم الوالدة ربنا يبارك فيها ويحفظها يا أم كرم، واضح إن هو يعني سامحيني أنا مش بحب إن أنا أعبر الرؤى اللي بتحمل الفأل لغيره طيب، ولكن الرؤية هنا الطائرة زي ما كان قبل فترة برضو عرض علينا رؤية الطائرة هنا على الهواء، الطائرة يعني إذا سقطت فهي والعياذ بالله يعني تنبئ أو تدل على والعياذ بالله وفاة. هنا في البيت دوت هي ذكرت الوالدة البيت ده تحديدا، فربما ان رجل عظيم او امرأة عظيمة في هذا البيت تلقى الله عز وجل. الدور اللي المفروض على والدتك تعمله ايه؟ انها تبرها اهل هذا البيت وتحسن اليهم، هذا والله اعلى واعلم. معانا اتصال. اهلا يا ام احمد، ممكن توطي بس صوت التلفزيون؟ حاضر. السلام عليكم، انا ام احمد اللي كلمتك دلوقتي اختي. هلا يا ام احمد. تفسيرك والله عجبني، او يعني وممكن احكي لك حلمه ثانيه معلش يعني. اتفضلي. صاحبه رؤيا جارتك صح؟ هي يعني باذن هي يعني باذن الله اللي بطنها ده باذن الله ولد باذن الله يعني. ان شاء الله. باذن الله. بقول سيادتك انا حلمت في المنام، انا بس كنت وقتها يعني يعني مستغفره كتير وكده وذاكره ربنا باذن الله. فحلمت اليوم دوت انه في واحده متحجبه لابسه حجاب لونه ابيض وفي الحمام لمؤاخذه وبتقرا قران في الحمام، حاطه المصحف على الارض. الشخصيه دي معروفه ليكي يا ام احمد؟ لا لا لا. فبقول لها انت بتعملي كده ليه؟ انت عارفه العمل ده ممكن يجيب لك الشواطين ويجيب لك الحاجات اللي مش وحشه، اطلعي يا ست اطلعي. فرحت طلعت الست ديت وانا مطلعاها بره لقيت واحده ثانيه لابسه نفس اللبس
كانهم اندونيسيه ولا كانوا من شرق اسيا، الدول بتاعت شرق اسيا دي، وبرضه عايزه ماسكه مصحف وعاوزه تدخل برضه. قلت لها يا ست اطلعي بره، حرام انك تقرا القران. مين اللي قال ان القران ده بيتقري في الحمام؟ مين اللي قال لك؟